السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كيف حالكم؟ إن شاء الله طيبين. معاكم الياس من قناة راس إكس. اليوم راح نلعب ببجي أنا أخويا ميجر. هنسوي تحدي مين أكثر واحد يجيب أكثر عدد كلات. موتة موتة طبعا. الله يفوز عليك منوب. الله يشوف من المنوب. ترى جربتها بثلاث مرات فز فيها كمان. ذا أول مرة كل شوية يموت. جرب. انا ولا اعتر عليك. جيب الحمس ونلعب. ايوه خشين بارا سولو ولا سولو سكواد؟ لا سولو. يلا سولو سكواد. سولو قصدي. الله شكله ملاك الشال معردين. احنا شو ايش اقوى سلاح في اللعبه؟ سلاح بوشينجي. هذه مدينه يا عم. مو سلاح، مدينة اسمه بوشينكي، مو سلاح. لا بداية موفقة. والله مجد بداية موفقة. ايه؟ بداية موفقة. والله لازم اكمل. يا ناضي حني شوف، طلع سلاح بعدين نقعد نسوي كذا. يا رجال فرد. يا رجال يا ابو فردي يا ابو فردي. لا حتى ما اعرف ايش. روح دور له بسولف. تقول كم حاجة كثيرة فرد نجيب ايه ببدر سلاح ايه ايش اثبت بالضبط خلاص خليك زي كده نعم بس يلا روح كده نعم طب ياخي ببدر سلاح مربع على ما تجي لا مربع لا مو مربع مفلل ايوه كيف اول مرة ما قد جربته اعرف احسن عاد ترى كذاب عشان معاه اسمه هذا معاه ايفون وهو محمله بجوال عشان كذا عارف يتحكم في الشاشه ما قد اعوذ بالله عز وجل من ذا روح دور ماس ايوه من هنا شكله قدام طالع امشي سيد شايفه روح له لهذه البداية الياس بداية عيال تحمي ها تحمي يا مالي صلاح جيل دوري شوف القمة الثانية هذا من عندي أنا مريك. لا لا دار استنى دار إيه الجال أبا شوف بشوف احتراف بس بعد الجيم هذا إذا خسرت خليك تلعب جيم سول سكول بشوف الاحتراف سول سكول أنت لدوم جل جيب الجيم حتى أنا جيب الجيم الله يشبه مدينة بوشينج دير الجور لا تعيد ما عشان نقطك بايظه يلا لا استحم من جد وريهم وريهم عيال بالعرب الاسطوري ما في فوق طاعه بيت قال لك المعترف عشان ما حد يجيني انزل تحت زي كذا ادخل من الباب المظلة والمظلة تخش بعدين اخذ سلاح وانا نازل بعدين اطخ هذا كله فهمت؟ ما في افتح الخريطه اشوف وين تمشي ريدو عن أنزل هنا لا أنزل مكان قريب أنزل المدينة دي هذي؟ اللي في النص هذي؟ أيوه شنجي؟ اللي إيه أنزل أيوه هذي يلا إكس دائرة بس أيوه هذي هذي؟ ما فيها بس سكون لو فيها مي شوية لا وراك ورا بالفوق أيوه هذي قدام هذي سموها دائرة اضغط هذا كذا بيتوك بوري فكرة بيتوك بوري
بدون قبوري اللي على اليسار هذا؟ ايه يا شيخ هذيك انزل انزل يلا عيال ننتظر لما ننزل نزلني نزل لك فين شكلك انا لما ننزل وصلنا بصحيك طيب وصلنا وايش ال امسك يلا خلاص امسك كمل امسك الساعة كم؟ الساعة 6 6 الفجر كمل خير ما تخبط تموت تقعد تلعب في الهواء انزل جمع لك سلاح يعجبني لما اطير في المظلة كأنه فورنايت اتخيل هذه مظلة فورنايت الجديدة اسقع في الشجرة اسقع بوشينجا يا تفلفل يا عيال ايش السرعة ذي انت ما قلنا بس مربع يفتح الباب يا اخي انت حظك تلقى سلاح شوف شقر مدري انا ما لقيت شيء والله شوف اقطع لك شيء لا تصرفني بعدين اموت امام يعني بس رصاص رصاص كتير يا يلا روح لاقتلوه لا تكسر القيب شويش والله جلدك جلد ايش قاعد تسوي لو واحد في خير جيل هنا مون في مون اجلد جلد صح اللعبه ما فيها بناء ايش الغباء اللي فيه بناء فورتنايت هنا ما في بناء ولا في شيء واحد شوف هناك عصفور ذا شوف تحس واحد والله ترى في ناس نزلوا اه شوف في احد يمينك قدام وراك انا ورا وين وراك انا ايوه قدام دوبر شفته يسار ياس شايفه هيا روح جري نص اجلس في النص ايش يبغى يعني يا اخي بجرب تضيقه اجلس في النص دائره حمراء تبدا شوفه انديك اسطورتي رايس لوت علق على المربع جيجي الحمد لله جلت واحد مو زيك هذه يسموها فرحة ما تمت شوف دحين انت بس ايوه انت جبت كم لا لو جبتك كم يعطوني كم دحين ادق 50 جا الاول يلا الله اضغط دائرة خرج وحط راسك جيت عشان جايبان زين وجهك احمد ربك يا عيال انا ما بقى اسحب شعر وخليه يجي بالغصب قل يصير ما في مقطع في سكوب شو الاستراتيجية بس شو كيف يعني عيال مسوي نفسه هذا اول مرة يلعب حملها في جوال ولعب فيها 30 مرة والله يا جاكوت مش البيضة ألقم شو السلاحات ايه رصاص ما في سوقة شوفين في رصاص والله عبك نعت أول دقيقة ما عندك انت شوف الاستراتيجية ترى ما اعرف لها نزل الناس اصور الثاني هنا غير زون عندي كويس بنزين يا اخي خذ البنزين لا تفحشني البنزين هذا تحطه عند واحد تعصر فيه عشان ما يمشي بعدين تموت وزي كذا طع 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 بعدين عشان يموت بعدين يصير
ايش اعمل نفسك ميت اعمل نفسك ميت ترنقل يا عيال والله حظ نحس والله حظ نحس انا جيلي فرد يلا دلم دلم اجل دجل الله العيب الله الله يهو جيبو 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 اجرد لك اجرد جيبو اجرد لك بسرعة ايه يا ابويا جبت الاول ولا ايه يب حبيبي احتراف هنا مو زيك احنا يال احترام منو بس هو قال لك ان احتراف هو جربها مليون مرة قبل ما نبدأ هذا ثاني قبلي والله اني كذاب يا عزم تحلف؟ تحلف انه هذا ثاني جيم؟ انه هذا ثاني جيم بس قبل التصوير ما لعب شيء بلا كذا مين كان يلعب؟ يا اخي لا تطالع في هذا كذا تحقر في حريقة هنا روح روح ممكن جاء واحد حط بنزين ايوه البنزين ترى ترى سوي زي كذا فضيع البنزين ترى يفضح نطت مجالي لا متربصونا ها ها يلا ألقم سنايبر ها يلا كويس انا ذكرت ان جناح عشان ما انقتل من حاجة ها مفتوح في واحد في معاه الكمبتر هناك دوب شفته لا وراك وراك الله يا السيارات يمديك سوق سيارة يمديني يب ما بجدد يعني مو السيارات اللي زي كذا كيف بكيف اركب؟ مو سيارة دي يعني بعد لف وراك لف وراك خلاص ما ابغى عندي امشي كعاب ايوه هذيك السيارة حمراء هذيك ايوه هذيك عندك سوق الفرق في التوك توك هناك شو الاحتراف القم شو لك شط القم ما اعرف شو اللي ضحى الدقيقة هذا بوري فرامل اليد تشديد ايه خلاص تساوي ايه زي كذا خلاص فهمناها زي كذا روح بشونقي ولا عشان نزل خلاص فهمناها شو شو والله كلب كلب اضغط هذا الموت لا تضغط لا تضغط ما يخاف تدري اذا دعست واحد على طول يموت لا يدمج بس لو سريع سريع مره مره الله بالله كيف الحركه جاي ليس حلو بالله خش القطار بالله 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 يا اخي هذا نفسه يعني ما في سيارة غير كله انا احنا هنا على الفرق برا اقول له خش الزون انت ساكت لا تسوي نفسك تفحيط امشي هذه سيارة تفحيط اللي وراك شوف شوف بس شوف شوف يلا اباق تمر من عند 100 شجر ايش الخروج اصبر الخروج دائر خروج من okay. مركب دائر في واحد قول لي بوس بوس قاعد هذا موقف في نص الطريق يعني في واحد هنا او اكيد جود السياره يا اخي يا ذكي يلا ذكي طمشت انا خش القطار بسرعه بسرعه لا لا ما هو نوع قطار ما تبى عشان تشوف واحد على السريع حسبت واحد والله بس خذ الدباب والله سريع بس ولا عشان واحد انت فك شوف نحن وين نحن في نص الزون حلو والله في بدو العيال جديد انا ما شفته ترى يو دريعمي هو ما شاء الله من وين جاء ما شاء الله سوي سباق يا بابا
سوي سباق. دقيقة دقيقة دقيقة. والله قتلته. والله قتلته. اسكيب. هاي شنطتك وين؟ جيب جيب لوت اجيب. البلوت. لا لا. هذا يصير لكلب اللوت. عشان مرة ثانية تبطل. لمحتين فس عليك. حظم اوفر مرة أخرى. الله فس عليك لمحتين. والله بس الله عطانا كويس واتمنى عجبكم المقطع. لا تنسوا لايك واشتركوا في القناة. كان معكم الناس من قناة تراش اكسترا. معكم ميجر. يلا مع السلامة. سلام. قناتي تراش.